بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم، بيانفوني على شان ميليسا. هنا اليوم ان شاء الله حنديرو مع بعض كيكه الشاموا. سي ان ديسير يعني ساهل، ما فيش مقادير يعني كثيره، وديسير بريزونطابل. نبدا بالخطوه الاولى، هنا حنخدم ديريكتومون، نبدا نخدم الطبقه الاولى اللي نحط فيها. انا هنا عندي زوج حبات بيض، يعني دو زو اونتيي. الوغ نزيد معاهم نص كاس سكر، لان هذا الكاس اللي يعني عندكم خدموا به. نخلط السكر مع الوغ نزيد عليهم نص كاس تاع الزيت، ان دومي فيغ دويل، ان دومي فيغ دو سكر، ونخلط مليح. هنا اللي حبيت تخلط بالباتور اوسي تقدر تخدم بالباتور. الوغ نزيد عليهم مغرفة تاع الكاكاو. الوغ نزيد عليهم كاس معمر، سوا ان فيغ دو فارين، كاس تاع الفرينه. وعلى هذا الكاس رايح نزيد عليه عندي هنا ان دومي باكي تاع خميره الحلوه، دونك ان دومي باكي تاع لو فيغ شيميك. ونكمل نحرك ونزيد عليه هنا نص كاس تاع الحليب، ان دومي فيغ دو لي. الوغ هنا عندي امول لي تفتح، يعني امول اكروشي، هادوما لي يتفتحو. نفرش فيه يعني ندهنو بزبدة، نفرش فيه بابي كويسون، ونفرغ فيه هاد الخليط. لو فور تاعي راني شعلتو 180 درجة 180 دوغري 4 ساعة من قبل. راح نطيب هاد الطبقة الأولى، نروحو دركا للطبقة الثانية لدوزيام كوش تاعنا. هنا عندي دونس اون كاسخول حطيت ان دومي ليتر دو لي، يعني نص لتر تاع الحليب. راح نفرغ فيها ان ساشي، يعني ظرف تاع هاد لو باكي تاع فلون كراميل، راهو يتباع حاضر. اذا نلقاو لو باكي ونلقاو لو ساشي تاع الكراميل، هذا نخلوه في الاخير للتزيين. هنا نفرغ الفلون تاعي هنا ونزيد له كيكة شاموا، معروفة بذوق القهوة، فراح نزيد له هكذا مغرفة تاع القهوة، هكذا بارد في بارد، نحرك ونحطه فوق النار ونحرك. على هاي اللي كنخلط حركته، يعني حتى كيما نقولوا احنا قريب يفيد. هنا واش عندي؟ هنا عندي بس بيسكوي يعني مرحي، اي نوع من الكاتو اللي عندكم طرحوه، اي نوع، جو بريسيز بيان، بيمو ولا يعني لو بيسكوي اللي عندكم دي فوا يعني يقعد لنا، فانا نرحي ونخبي هكا. رايحه نحط منه هكذا معرفة زوج ثلاثة أربعة، يعني شفتوا أربعة مغارف معمرين مليح. نحركهم يذوبو تمتم في هاد الخليط وهو سخون. الوغ هكذا وهي سخونة داب هذاك البسكويت المرحي. هنا عندي مقدار تاع كاس معمر تاع لاكريم فريش، تكون يعني ثقيلة مدى بكم، يعني من نوع العلب. إذا ما عندكمش لاكريم فريش بالعلبة تقدروا تستعملوا هذا فخوماج ريجيم، ديروا دو بوات. إذا كان استعملتو تاع العلبة كريم فريش تاع العلبة كيلو هكذا قيس كاس، يعني هذا بالنسبة لنص لتر تاع الحليب. إذا خدمتو بليترة تاع الحليب راح ينضعفو كامل المقادير. بسم الله. ألوغ لو بيسكوي تاعي هاوليك راهو طايب. باش نتأكدو لازم ندخلو هكا الموس، ولازم الموس يخرج لنا ناشف. هنا نحيح نفرغ الخليط تاعي فوق الكيكة مباشرة، حتبرد شوية لأنو المول راهو سخون، تبرد شوية يعني نحل هاديك السخانة وندخلها الفريجيدير تبرد لي تكمل، يعني تبرد في الفريجيدير في الثلاجة. باش نزيدو نخدمو لها الطبقة الثالثة اللي هي شوكولا. هنا عندي حمام مائي، حطيت الماء تحت في كسرونة، حطيت عليه 100 غرام دو شوكولا، ولا يعني اون تابليت دو شوكولا. نزيد عليها كمية قليلة تاع كريم فريش اذا قدرتو، والا ديرو شويه فقط تاع الحليب. راح نحطها نذوبها فوق النار. هاي ليك الشوكولا تاعنا ذوبناها فوق الحمام المائي. هاي ليك كي دابت
هكذا، حركها مليح فوق النار، يعني غير شدها تلقت روحها نحيتها من النار باش ما نحرقوش الشوكولا تاعنا. شو نشوفوا برك شوكولا يعني بدات تلق روحها، نحوها ونبداو هكا نحركو نتاعها. انا عندي هنا كريم ديسير شوكولا نزيدها لها، سي سوفيزون بور كوفرير كامل لا تارت. هاد لا تارت سهله بزاف كما شفتو، انا راني يعني دركا في بالك من باربع ساعه ملي بديتها، نحطوها في الفريجيدار نخلوها تبرد والعشيه الانسان ياكلها كوم ديسير، يعني ميم با 10 دقائق عليك شدت روحها، يعني يسوفي باك يعني نشوفوها بلي راهي شاده روحها نقدر مباشره. اذا شتو خاصكم شوكولا معليش نزيدو شويه، المهم هنا كل وحده شحال تحب لاكوش تاعها تاع شوكولا، كان تحب كوش تجي خشينه كان تحبها اون فين كوش، هنا كل واحد والذوق تاعو. وجد ندخلوه الفريجيدار ونخلوه ما نديرو له حتى حاجه، نخلوه مده على الاقل 3 سوايع 4 سوايع نتوما الوقت اللي عندكم، لازم تشد روحها مليح. الوغ كيكة الشاموا ولا لا تارت شاموا هاي ليك راهي واجده كيما شفتو، فات عليها 3 سوايع ولا اكثر. كيما قلت لكم في الاخير عندنا هذاك الكراميل زينو به يزيد لها طعم هايل هكذا، وكل وحده ولوغو تاعها في التزيين. المهم انا راني حنقطع لكم امورسو منها باش تشوفوها كيفاش تجي لداخل. وها هي القطعه تاعنا تاع لا تارت شاموا، هاي لك كيفاش جينا، جينا انكوش يعني جينواز وانكوش تاع لا كريم اللي خدمناها كريم كراميل، وانكوش تاع الشوكولا نزيدو لها الكراميل، زيد لها بنه اكثر واكثر. نتمنى ان شاء الله انه تعجبكم لا فيديو تاع اليوم اللي كانت كيكه الشاموا بطريقه سهله ومبسطه. نقول لكم الى عجبتكم لا فيديو كما العاده ما تنساوش الاشتراك في القناه باش دائما يحققكم جديد. وصفات ميليسا كاهنه، تهلاو في روحتكم ميليسات وسلام.